جامد ما نتخلى وخان موتى وخان حيا وخان موتى وخان حيا على الطالب ما نتخلى. إذا اليوم عندنا وقفة طبعا مع الإضراب الوطني، وقفة أمام وزارة التربية الوطنية، وكيف كتلاحظوا أن الوقفة ديجا ناجحة رغم أنه الوقت ضيق، وكاين عندنا 4 الفروع جهوية اللي ما تمكناش باش تحضر بالطبع، هي الداخلة أسرد والعيون بوجدور السمارة طرفايا وقلميم السمارة، واخا أنه كاين الحضور تاع طرفايا وزاكورة ومجموعة تاع المناطق. ألور أهم الرسائل هي أنه بالنسبة لنا باغي نقولوا البنكيران لرئيس الحكومة بأن الهبة تاع الدولة اللي هو كيعتبر بأنه كيدافع عليها، الهبة تاع الدولة يجب أن تكون مشروطة بالطبع بحل المشاكل نتاع الشغيلة وحل المشاكل نتاع النساء ورجال التعليم. الهبة نتاع الدولة ما تتمش بالقمع نتاع الوقفات الاحتجاجية، ما تتمش بسد الحوار الاجتماعي والحوار القطاعي. الهبة نتاع الدولة لدى الشعب ولدى المنتظم الدولي هو منين تسود عندنا الديمقراطية الحقة، ماشي الديمقراطية الشكلية، هو منين يكون الحوار الحقيقي ماشي الحوار المغشوش والعقيم والأعرج. احنا جينا اليوم مجسدين هذه الوقفة مع الجامعة التعليم العالي، كنندوا بالعنف لكي يتعرضوا له الأساتذة في مختلف المراكز، سواء في الجديدة عفوا في طنجة القنيطرة. اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الإخوان ديالنا في آسفي كيتضربوا، علاش كيتضربوا؟ اش هاد الحكومة اشنو بغات؟ فين باغي نوصلوا معانا؟ حنا بغينا حاجة وحدة، بغينا المطالب ديالنا مطالب مشروعة وعادلة، إسقاط المرسومين لا أقل ولا أكثر. هادشي علاش جينا لهنا وكندوا، ومن هذا المنبر كناديو الشعب المغربي نهار الخميس 17 ذو جنبير ينزل معانا إن شاء الله في مسيرة ضد القمع والعنف وإرجاع الحقوق المستلبة. احنا بالنسبة لنا الوقفة ناجحة لان بجميع الاشكال، لانها وقفه جايه في يوم واحد نتاع اضراب واحد. هاد الاخوان والاخوات اللي تنقلوا طيله الليل باش يوصلوا للرباط هادو راه اشتغلوا البارح وغادي يرجعوا للاماكن تاع العمل ديالهم باش يشتغلوا يوم غد، وبالتالي كاين الوقت ضيق. ومع ذلك كيف كتلاحظي وكيف كنلاحظوا كاملين بان الوقفه ناجحة كما ونوعا، وهذا يدل على أن الجامعة الوطنية للتعليم لازالت كاينة ولازالت مستمرة وكتقوى، وبأن التمثيلية اللي حصلت عليها ما جاتش غير هكا، راه التمثيلية حصلت عليها لأنها كاينة في الواقع مدافعة أمينة على المصالح نتاع النساء ورجال التعليم.